اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام على صفحه تكمل العربيه، معكم جزاف دهري محلل ومدرب معتمد في هذه الشركه. بهذه الجلسه ومع افتتاح اسبوع تداول جديد، وطبعا مثل ما تعودتوا علينا بجلسات الصباحيه بنقوم بالضغط مباشره على معظم العملات والازواج الرئيسيه الموجوده عندنا على منصه التداول. في البدايه بدي احذركم من المخاطر الموجوده عندنا بسوق الفوركس او باسواق المال، وطبعا اللي بدي لكم اياه بهذه الجلسه اللي رح نكون عم نشرح من صفحه تكمل العربيه على فيسبوك بشكل يومي ابرز السيناريوهات المفترضه اللي ممكن تشوفوها بسوق الفوركس، وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا منها بشكل يومي لتقدروا كمان ايضا بالمضاربه تطبقوا هذه اذا بدكم السيناريوهات المفترضه، ونقدر نكون عم نستفيد بشكل او اخر كلنا سوا من هذه التقلبات لطبعا سوق الفوركس او الاسواق الماليه. خلينا نقول في البدايه العمله الاوروبيه الموحده، شو عم بيصير بالعمله الاوروبيه الموحده؟ شو بنتوقع عليها؟ شو رح نتوقع بالجلسات القادمه؟ هل يا ترى هذه الموجه اللي شاهدناها بالارتفاع هذه هي موجه تصحيحيه بامتياز؟ بكل بساطه نتوقع تكمله اتجاه الهابط، طالما نحن بعدنا محافظين على هذه المنطقه الافقيه اللي ما عم نقدر اذا بدكم نخترقها بسهوله، هذه المنطقه طالما محافظين عليها بعدنا نحن بالامان للاتجاه الهابط، ونتوقع تكمله اتجاه الهابط بموجه اندفاعيه جديده. ولكن طالما هذه اذا بدكم المنطقه اللي هي اذا بدكم ناخذها بعين الاعتبار كمنطقه مقاومه رئيسيه ميجر ريزيستنس على زوج اليورو دولار، فمن المتوقع ان يكون عندي اذا بدكم بعض الموجات الاندفاعيه والاشارات خلينا نقول الصادقه بالنسبه للشموع اليابانيه. يعني انتم بتعرفوا الشموع اليابانيه ممكن يكون عندنا شيء يلقب بالفولس بريك اوت، اوكي، او شموع بتعطيني فولس سيجنالز، ولكن بكل بساطه من المتوقع انه هذه الاشارات اللي عم نشهدها على اليورو دولار اشارات صادقه، ولكن المراحل الافقيه عم تضغط بشكل او اخر على سوق المال او على سوق فوركس بالوقت الحالي بسبب واحد. السبب هو انه ما عندي فوليوم او حجم تداول ضخم جدا. لما ما يكون عندي حجم تداول، لما الشركات ما ابتدت تستثمر بسنه 2019، لما الهيدج فاندز الكبار ما ابتدوا يدخلوا بمراكز شراء المبيع، بعد ما عندنا اتجاه واضح للسوق، تمام؟ هلا نحن عم نهيئ حالنا، عم نحضر نفسنا لاتجاه لموجه اندفاعيه ضخمه جدا اتيه على السوق، ان كان على العمله الاوروبيه الموحده، ان كان على الدولار الامريكي دي اكس واي اندكس، ان كان عم نتكلم خلينا نقول على الدولار كاد او اللوني، خلينا نتكلم شوي صغيره عن الجولد. بكل بساطه هذه الانماط اذا بدكم عم نشهدها على السوق هي انماط افقيه بامتياز، سايد ويز موفمنت، وخلينا نقول يعني نحن في انتظار بريك اوت او اختراق من هذه المرحله الافقيه. هلا بكل بساطه اذا بنرجع بنشهد خلينا نقول بعض التقلبات اللي بتطول اكثر خلينا نقول على زوج اليورو دولار مثل هذه المناطق، او خلينا ناخذ على سبيل المثال استرليني دولار، استرليني دولار ايضا داخلين بمرحله اذا بدكم افقيه ولكن على المدى الاضخم، اوكي؟ يعني اذا بتلاحظوا اليورو دولار بعده بمنطقه افقيه خلينا نقول على رسم بين الاربع ساعات، انما الرسم بين الاسترليني بتلاحظوا انه المرحله الافقيه فيه اللي داخل فيها على رسم بين يومي، تمام؟ عم بتكون الفولاتيلتي والتقلبات فيه مرتفعه اكثر. بين مستوى ال 125 125 وال 133، هذه المنطقه اللي نتوقع انه ممكن يقضي فيها بالمراحل القادمه او بالجلسات القادمه قبل ما نبتدي باختراق معين. هاي بالنسبه للاسترليني، يعني كل عمله عم بيكون عندها اذا بدكم مرحله افقيه داخل فيها السوق، ولكن بشكل اذا بدكم مختلف بين عمله وعمله. هلا بالنسبه للسلع رح نمر شوي صغيره بشكل دقيق على معظم الازواج وخاصه السلع، ولكن بدي اتكلم شوي على اسعار الذهب. اسعار الذهب ابتدينا ناخذ اشارات اذا بدكم صادقه من السوق على انه اشارات انعكاسيه واشارات سلبيه ابتدت تبين وابتدت تظهر، فبهيدي الحاله نتوقع انه ممكن هلا اذا في حال نزلنا وانخفضنا لتسجيل اذا بدكم الموجه الاخيره هي الموجه الخامسه من اذا بدكم انخفاض الموجه الاولى الاندفاعيه. شو يعني الموجه الاولى الاندفاعيه؟ يعني عم نتكلم على اشاره انعكاسيه ابتدى السوق يتكلم عليها وابتدى السوق يعطيني اشارات عليها لنبتدي بهذا الانخفاض الضخم او بهذه الموجه الضخمه اللي هي بيج امبالسيف ويف نتوقعها بالاتجاه الهابط. هلا خليني اقول لكم بكل بساطه الشمعه اللي شاهدناها على رسم بين الاسبوعي، تمام؟ الشمعه اللي شاهدناها على رسم بين الاسبوعي اللي هي الشمعه الاسبوعيه اللي اعطتني شكل مطرقه او تقريبا خلينا نقول شكل مطرقه، هيدي اشاره او تهيئ او بدايه اذا بدكم اشارات خلينا نقول سلبيه لرسم بين الذهب. اذا في حال بالفعل اكتفينا بهذه القمه اللي تم تسجيلها عندي على رسم بين الاسبوعي للذهب، انتم بتعرفوا شو يعني السيناريو القادم، يعني سيناريو ضخم جدا بالاتجاه الهابط. يعني عم نتكلم على مثلث،
عم نتكلم على مثلث قد انتهى هلا على اسعار الذهب على راس المال الاسبوعي، وهذا المثلث هذا بيعني انتهاء الموجه الرابعه وبدايه الموجه الخامسه بالاتجاه الهابط. تمام، هلا كمضاربين وممكن احنا ناخذ بعين الاعتبار نقطه دخولنا لاسعار الذهب، ممكن يكون عندها هلا انخفاض بشكل 5 موجات على راس المبين الساعه. الانخفاض من الواضح انه هو على شكل 5 موجات، ونتوقع هلا بهذه جلسه القادمه بعد انخفاض وميسنج لاج، يعني بعد عندي تسجيل موجه جديده، انخفاض من القمه ليست اي بي سي تصحيه وانما اندفاعيه، ويف 1 2 ويف 3 ثلاث موجات بالاتجاه الصاعد، هي موجة الرابعة 1 2 3 4 5 الموجة الخامسة. فمن المتوقع زيارة استهداف مستوى 1312 1313 قبل ما نبتدي بإشارة انعكاسية لأسعار الذهب. تمام، هيدي إذا في حال عندي موجة رقم 2 قبل الانخفاض الضخم، وإنما انخفاض أسعار الذهب هذا بيعني قوة للدولار الأمريكي على أسعار الذهب، وإنما إذا في حال نحن نتوقع قوة الدولار الأمريكي على المعادن والسلع هذا يعني بيعني إنه ممكن نشهد أيضا موجة انخفاض لليورو دولار للاسترليني دولار من المستويات الحالية. فنحن نترقب، أهلا وسهلا فيكم، صباح النور صباح النور. بالنسبة لنا نتوقع انخفاض إذا بدكم اليورو دولار العملة الرئيسية العملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار الأمريكي بجلسات القادمة. هلا هيكلية المرحلة الأفقية اللي دخل فيها اليورو دولار كيف ممكن ناخذها بعين الاعتبار؟ ليكو بكل بساطة كمحللين تقنيين ممكن ناخذها بعين الاعتبار بكذا مرحلة. ممكن تكون ويف 1 2 3 4 5، هيدي الموجة الأولى، الموجة الأولى اللي هي الموجة خلينا نقول الاندفاعية تلقب بليدنج دياجونال، أوكي تلقب خلينا بغض النظر عن الأسامي، وهذه الموجة اللي شاهدناها هي ارتفاع الموجة رقم 2. الموجة رقم 2 يعني يليها الموجة الثالثة الاندفاعية اللي هي نتوقع تكون موجة ضخمة جدا بالاتجاه الهابط. فبكل بساطة من المتوقع ان نحن نشهد هلأ انخفاض للعملة الأوروبية الموحدة مقابل الدولار الأمريكي بجلسة القادمة. إذا في حال خلينا نقول أنا غلطان، خلينا نقول السيناريو الاندفاعي أو السيناريو السلبي اللي عم نتكلم عليه على اليورو دولار منه صحيح، وإنما هلأ نحن فقط داخلين بمرحلة أفقية تصحيحية. تمام، اذا في حال نحن بهذا الشكل مرحله افقيه تصحيحيه، بكل بساطه ممكن يكون خفضنا بويف اي بي سي اللي هي اول موجه، ارتفاع على ويف بي ثاني موجه، او خلينا نقول دبليو اكس، ونتوقع انخفاض ويف واي قبل ما نرجع نفكر بالشراء. فنحن على الحالتين طبعا نتوقع انخفاض اليورو دولار لمستويات ال 112.90 112.80 قبل التفكير بسيناريو ايجابي، او خلينا نقول امل جديد لفريق الثيران لسيطره، اذا بدكم السيطره على رسم بيان اليورو دولار بالجلسات القادمه. فبكل بساطه من المتوقع انه طالما نحن محافظين على المستويات او على القمم ادنى من بعضها البعض، هذا بيعني ضعف بالسوق، هذا بيعني ضعف للعمله الاوروبيه الموحده مقابل الدولار الامريكي بجلسه القادمه. ولكن ما في شك انه عم بتكون صعبه للمضاربين الدخول بمراكز بيع على زوج اليورو دولار، لانه التقلبات عم تكون ضخمه، عم نشهد شموع خضراء ومن ثم شموع حمراء بشكل مفاجئ، شموع حمراء وشموع خضراء بالاتجاه المعاكس بشكل ايضا مفاجئ. فهذه السرعه بالتقلبات بين الشموع الحمر والخضر هذا بيعني خطوره عاليه جدا وفولاتيليتي مرتفعه جدا للمضاربين ليقدروا يستفيدوا من هذا السوق. وانما انتم طالما انتم محددين اتجاه واضح لا خلينا نقول الجلسات القادمه، ما تفكروا بالتقلبات، يعني عرض وقف خساره. بكل بساطه انا داخل بمراكز بيع على اليورو دولار، لا خلينا نقول بحسابي الشخصي داخل بمراكز بيع على اليورو دولار مع وقف خساره فوق مستوى ال 113.70 اللي هي اخر قمه تم تسجيلها عندي. طب بكل بساطه بغض النظر عن هذه التقلبات انا بعدني منتظر موجه اندفاعيه بالاتجاه الهابط، تمام، مع وقف خساره محترمه محدد المخاطر تبعي، الريسك اذا بدكم تو ريورد ريشيو، عارف دي انا عم بعرض حسابي او راس مالي للخطر مقابل الارباح اللي ممكن اربحها. فبكل بساطه طالما نحن عارضين وقت خساره غض النظر عن التقلبات واعطوه شويه وقت اكثر للسوق ليمشي يوم بعد يوم. تمام، لانه بكل بساطه للاشخاص خاصه للاشخاص يعني انتم الموجودين معي، الاشخاص القدامى خلينا نقول بسوق الفوركس مثل ما بيسمونا، او خلينا نقول اللي عندهم خبره بالسوق بيعرفوا كثير منيح على انه السوق قديما كان يمشي بشكل اسرع. يعني كنا ندخل بمركز شراء أما بيع فجأة بعد 5 دقائق نصف ساعة ساعة كحد أقصى نبتدي نشوف يا أما أرباح يا أما خسائر، نعرف أن السوق مشي يا معنا يا ضدنا. وإنما بالوقت الحالي عم نلاحظ انه نحن عم نشهد اذا بدكم بعض التقلبات، ارباح وخسائر ارباح وخسائر، بنشوف المركز ضوى ازرق
احمر، ازرق او احمر، يمكن 20 مره قبل ما نبتدي نشوف ارباح او خسائر لا سمح الله. فبكل بساطه التقلبات هتكون مرتفعه كتير على سوق الفوركس، وانا اتوقع انه اذا في حال عارضين وقف الخساره ومحددين اذا بدكم مستوى المخاطر، اعطوه شويه مجال للسوق. الاسترليني دولار وصل لنقطه مهمه جدا اللي هي نقطه تقريبا 130.90، يعني من المتوقع انه اذا في حال نحن على استرليني دولار نتوقع انه تكون انخفضنا باول ويف تصحيح اللي هي موجه، اول موجه تصحيح تلقب بويف A، وارتفعنا بويف B لتثبيت مستوى ال 88.2% اللي هي كحد اقصى بحق لها ويف B او الموجه التصحيحيه الثانيه تصحح نفسها، من المتوقع انه هلا بدايه الانخفاض تكون تلقب بويف C يعني تصحيحيه. يعني اذا في حال نحن وصلنا لمستويات ال 128 و129 ممكن نرجع نفكر بمراكز شراء على المدى الوسط للطويل لاسترليني دولار. فهذا اللي عم جرب لكم اياه، انه نحن بعد ما ابتدينا اذا بدكم اخذنا اشارات جازمة أو نهائية للاتجاه العام المقبل، خلينا نقول على رسم بياني الأربع ساعات أو اليومي، أو عم نتكلم على خلينا نقول المدى الوسط للطويل، بعدنا عم نمشي خطوة خطوة بالسوق إن كان لليورو إن كان لاسترليني، كرمال نشوف الخطوة القادمة وين ممكن نهدى بالأسعار، وين ممكن إذا بدكم ناخذ إشارات واضحة. بالنسبة لأسعار الذهب ما في شك عم تعطيني إشارة أو ضعف، الزخم الارتفاع خف. بالنسبة لأسعار النفط أيضا كنا شاهدنا ارتفاع لمستوى تقريبا 57.50، وهذه المستويات المنتظرة كانت لا أسعار النفط لا بداية إشارة انعكاسية. وبكل بساطة الشمعة اللي شاهدناها على رسم بياني اليومي لأسعار النفط ما في شك إنه حلوة كتير. شو يعني حلوة كتير؟ هي إشارة سلبية على رسم بياني اليومي. هذه الشمعة هي شمعة إذا بدكم مطرقة أو هامر، بتدل على إشارة انعكاسية وممكن توقع عدم اختراق هذه القمة لأسعار النفط مع إشارة انعكاسية وموجة تصحية. فلكل الأشخاص اللي عم يفكروا بأسعار النفط ممكن يفكروا بإشارة انعكاسية وأيضا يفكروا بمراكز بيع، خلينا نقول على المدى الوسط للقصير، أوكي، ويخدوها كمضاربة أو كمراكز سريعة، أوكي، مع وقف خسارة فوق مستوى 57.50 تقريبا. تيك بروفيت ممكن نحددها من خلال فيبوناتشي ريتريسمنت او اكسبانشن، وندخل فيبوناتشي من اخر قاع لاخر قمه وناخذ مستوي تقريبا ال 161% الهدف تبعنا اللي هو 55.50. اوكي، هلا مش بكل الاحوال انت ممكن تستهدف او ممكن خلينا نقول تاخذ فيبوناتشي ريتريسمنت لتحدد هذا الهدف، اوكي، ولكن بكل بساطه إذا نحن عم نفكر بمراكز بيع أما شراء على أسعار النفط، أقلها أن نرجع نفكر في بناتش إكسبانشن أو ريتريسمنت لنحدد الهدف تبعنا. فبكل بساطة مستوى 55.50 يعني انخفاض 130 نقطة متوقع على أسعار النفط بالجلسة القادمة إذا في حال عم نفكر مع المحافظة أو with respect to القمة اللي تم تسجيلها عندي اللي هي قمة الـ 57.40. ندخل إذا بدكم 10 نقاط وقف خسارة فوقها، يعني 57 خلينا نقول 57.52 أو 60 خلينا نقول 57.60 هو وقف الخسارة لأسعار إذا بدكم النفط. فبكل بساطة متوقع إذا بدكم بإشارة انعكاسية، وهذا الشيء بيدعم أسعار الدولار كاد أو الدولار الكندي بالارتفاع ومن الانتهاء من هذه الموجة التصحية اللي هي إذا بدكم كانت شبه خلينا نقول دموية لفريق الثيران، وما عم نقدر إذا بدكم ناخد إشارات واضحة من فريق الثيران على أنه ممكن يسيطر على رسم البيانة بالجلسة القادمة. هلأ هذه المستويات عم نتداول بقربة لأسعار الدولار كاد مهمة جدا لإشارة انعكاسية. من المفروض أنه نحن نكون عم ننتهي من ويف بي أو الموجة التصحية الثانية وبداية موجة تصحية ثالثة لزيارة مستوى 134.40، ومن هونيك رح نرجع نفكر بمراكز بيع. كنا قلنا انه القمه للدولار كاد والانخفاض كان بشكل خمس موجات واضحه، من المتوقع هلا ارتفاع بشكل اذا بدكم ثلاث موجات اي بي، وهلا نحن في ويف بي ونتوقع ارتفاع ويف سي. فممكن لكل الاشخاص اللي عم بيفكروا بمراكز شراء على الدولار كاد مش عم بغلطوا ابدا، ممكن يفكروا بمراكز شراء من المستويات الحاليه مع وقف خساره تحت مستوى 88.2% اللي هي تقريبا بتمثل كحد اقصى ويف بي او الخط الفاصل بين السيناريو الايجابي والسلبي. فمستوى ال 131 او مستوى ال 130.90 ممكن يكون وقف الخساره المناسب للدولار كاد اذا في حال عم نفكر بمراكز شراء، تمام؟ فهيدي بالنسبه للدولار كاد. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بالجميع. حدا عنده اي سؤال او اي استفسار عن زوج حابين انه نمر عليه؟
بالنسبة لأسعار النفط، عم فكر إنه ندخل مراكز بيع طبعا هلا ب 300 برميل، يعني 0.3 كأنه مركز بيع، أوكي، مع وقف خسارة فوق آخر قمة، ونستهدف مستوى ال 55 53 اللي هي تقريبا بحدود ال 130 نقطة من المستويات الحالية. بدنا 100 نقطة، يعني 300 دولار كحد أقصى، مع وقف خسارة فوق آخر قمة تم تسجيل عندي. هلا على رسم بين الاسبوعي بتلاحظوا، او اليومي خلينا نقول، بتلاحظوا انه اذا بوصلوا القمم مع بعضها البعض، بتلاحظوا انه عندي نوع او نمط من الاكسباندنج اندنج ترانجل، وهذا بيعني انه ممكن يكون بالفعل قد انتهينا من الارتفاع. اذا بنوصل القمم مع بعضها البعض بهذا الشكل، بنلاحظ انه مستوى 57 50 كانت مستويات مهمه جدا لاسعار النفط لاخذها بعين الاعتبار لاشاره سلبيه وبدايه موجه هبوط اقله لمستوى ال 51. يعني نحن بفيبوناتشي ريتريسمنت استهدفنا مستوى ال 55 50 كمضاربه او كهدف اول، ولكن على المدى الوسط للطويل من الواضح انه ممكن يكون عنده انخفاض ونشهد انخفاض لزياده مستوى ال 51 لاسعار النفط، تمام؟ فبهذه الحاله بدكم تنتبهوا انه نحن انخفاض اسعار النفط ما رح نفكر بمراكز شراء، او ما رح نفكر بسيناريوهات ايجابيه، ولا حتى قرب مستويات ال 50 دولار. رح ننتظر اذا بدكم هذه الاشاره لنشوف اذا هذا الانخفاض ممكن يكون ويف بي بشكل سريع او بشكل ضخم ملامسة عن جديد مستوى 48 دولار، ومن هونيك انا بوعدكم رح نرجع نفكر بمراكز شراء. المؤشرات الامريكية ضخمة ضخمة جدا، اذا بدكم المؤشر او الفوليوم اكبر من ضخم واكثر من رائع، على انه زخم الارتفاع ممكن يكفي بالجلسات القادمة. كنت قلت لكم ما حدا يفكر بمراكز بيع للمؤشرات الامريكية، ما حدا يفكر يدخل بمراكز بيع وبالاتجاه المعاكس للمؤشرات الامريكية، لان المتوقع تكملة اتجاه الصاعد، لانه عندي زخم ارتفاع ضخم جدا، والمومنتوم ممكن ياخذ اسعار الاس بي والمؤشرات الامريكيه لنيو هايز وموجات اذا بتكون جديده، خلينا نقول فوق قمه ال 2940 للاس بي ولا داو جونز. هذا الشيء ما بيمنع وما بيشكي من موجات تصحيحيه ثلاثه بسيطه لزياره وتثبيت مستوى ال 2700 قبل ما نرجع نكفي بالاتجاه الصاعد، ولكن ما بقدر اوعدكم وما بقدر خلينا نقول حدد مستويات محدده كقمه محدده لدخول بمراكز بيع او لبدايه موجه تصحيحيه. واكيد للاكيد انه ما رح نفكر بمراكز بيع ونمشي بعكس الاتجاه العام، تمام؟ هذا الشيء ما رح نعمله ابدا، وخاصه في سنه 2019، لانه الاتجاه العام متى ابتدى يمشي بسوق الفوركس بسنه 2019 ما رح يرتد، ما رح يرتاح الاتجاه الواحد رح ياخده. يعني اليورو دولار لما يبتدي بالانخفاض، انا بوعدكم ان الانخفاض ما رح يرتد، ما رح يكون عندي حتى موجات تصحيحيه، رح نشهد انخفاض لليورو ضخم جدا، ونفس الشيء رح نشهد لاسعار الذهب، ونفس الشيء رح نشهد للمؤشرات الامريكيه بالارتفاع. ما في عندي موجات تصحيحيه، عندي ترند بده يمشي، عندي اتجاه عام بده يمشي وعن قريب، فبدنا نكون منتبهين انه ما يكون عندنا مراكز مضاده للاتجاه العام. انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بشكل يومي. ما تنسوا تزوروا مدونة تكمل اللي هي من خلال موقع تكمل.com، بنقدر نضغط على المدونة او على البلوج ونشوف تقريبا كل البيانات اللي عم نعملها ابلود على هذه المدونة او على هذا المجتمع. عم نتكلم شوي صغير على بعض التشنجات العالمية والاقتصادات العالمية، وبكل بساطة من المتوقع انه اليوم تكون جلسة هادية جدا لكل المضاربين اللي حابين انه يدخلوا بمراكز بيع وشراء بسوق الفوركس. عند عليهم الامان، ما عندي اي بيانات ضخمه جدا وممكن نتوقعها بشكل مفاجئ، خلينا نقول تمام، ما عندي شيء غير الاقتصاد اذا بدكم، عفوا السياسه او البوليتكس اللي ممكن يكونوا عم بحرك السوق بشكل مفاجئ. يعني خلينا نقول تقرير من قبل دونالد ترامب، او خلينا نقول بيانات ممكن تصدر عنا بالنسبه لتشنجات عالميه. الامور السياسيه فقط هي اللي عم بتكون المحرك لسوق الفوركس بهذه الجلسات اللي عم نتداول فيها، ولكن ليس البيانات. عم نلاحظ انه الكرود اويل انفنتوريز، النون فارم بيرول، كل البيانات الضخمه، لما ماريو دراغي يتكلم، كل هول البيانات اللي كنا ننتظرهم نحن بالسابق كرمال ننتظر او نشهد بعض التحركات السريعه على سوق الفوركس بطلت عم تتحرك، فما عم بتكون المحرك الوحيد هو العامل السياسي بالوقت الحالي. بتمنى لكم نهار مثمر واكثر من رائع، اوكي، وبشوفكم بجلسه بعد الظهر. كان معكم محلل التقنيه جزاف ظهريه من شركه تكمل، مباشره الى اللقاء.